كويس. اتفضل سيادة السفير، قول لنا النهارده زيارتك لمقر ضريح زعيم جمال عبد الناصر في ذكرى ال 51. انا مش باجي يوم وفاته بس، باجي كمان يوم ميلاده 15 يناير، وباجي يوم ميلاد الثوره 23 يوليو او 22 يوليو، لان الثوره قامت 22 مش 23. باجي طبعا لان من بعده ما لقيناش زعيم، ما لقيناش حد ينحاز للعامل والفلاح. من بعده العامل والفلاح ضاع حقوقهم اللي اداها لهم عبد الناصر. انا بقول حقيقه، انا بقول حقيقه، ويقول لي واللي عايز يحاكمني على الحقيقه يحاكمني على الحقيقه. النهارده شعورك ايه وانت موجود النهارده مع الناس من كل الطوائف؟ كان في كوكبه كتيره من الناس، وناس من دول عربيه كتير، من فلسطين بالذات، ومن العراق ومن سوريا كانوا موجودين، وتقريبا كلهم يعرفوا بعض ونعرف بعض، لان احنا بنتجمع في الثلاث مناسبات اللي هو يوم وفاته ويوم ميلاده ويوم عيد الثوره. كل الشكر لحضرتك. كل شكرا يا ستي. شكرا. لا.